اهلا بيكم متابعينا من كل مكان، متابعين جريدة هاب نيوز. النهارده بقى جايبين لكم مطربة شابة وموهبة فريدة من نوعها. بنرحب معاكم بالمطربة دينا خالد. ازيك يا دينا؟ عاملة الحمد لله. انت عاملة ايه؟ كله تمام. منورانا النهارده وجايين والدنيا برده. جدا جدا. قاعدة في بيوتنا وانت منورانا. شفتينا؟ الحمد لله. بنسمع عنك حاجات كتيرة حلوة وبنسمع كمان ان صوتك حلو جدا. عايزين نعرف بقى مين دينا بداية، يعني كده مين دينا؟ مين دينا؟ مين؟ يعني احنا عايزين نعرف بدات ازاي. بنات كتيره قوي قوي بيبقى مثلا حاسه ان هي صوتها حلو من وهي صغيره. اكتشفتي ازاي ده فيكي؟ بدات من امتى؟ ازاي بداتي ان انت تطوريه؟ احنا محتاجين نعرف ده عشان ممكن مثلا نفيد بيه بنات تانية كتير ونعرف عنك اكتر. في ناس انت عارفه الاطفال بيعرفوا ان هم عندهم موهبه ده من بدري، يعني بيبقى باين عليهم. فانا كان باين عليا بقى الدكتور بيبقى باين عليه ان هو هيبقى دكتور، المهندس بيبقى باين عليه، اي حد بيبقى باين عليه هيبقى ايه. فكان باين عليا من بدري. يعني كنت بتغني من زمان بقى؟ كنت بغني وبرسم وبعمل، كنت بعمل كل حاجه. بابا كان يقعد يقول لي فنانه بابا. الله. طبعا دور الاب مهم جدا في حياه كل بنت، هو اللي بيديها بص لقدام ان هي تقدر تكمل وتكمل الحاجه اللي بنحبها. طبعا. طب بدايه وقبل لازم نجيب سيره ماما عشان مش هينفع هتزعل مننا. لا يا ماما انت كمان. طب بدايه من غير اي حاجه بقى، احنا محتاجين، عرفنا ان انت عامله اغنيه للبنات. انت مهتمه بالبنات وان احنا جريده بتاعتنا جريده خاصه بالبنات، فنحب نسمعها. يلا نقول ست البنات. بصاحب سكوتي وكم غنوة هادية، وبتحكى اني موافقة وراضية، اكون بنت راجل واكون صاحب جدع، موافقة بحياتي لوحدي وفاضية، وبرسم في وشي ماليش في المشاعر، وجوايا مليان بحبة حاجات، وبسمع من الكل كلمة دي راجل، ونفسي اني اسمعها ست البنات. الله، برافو والله. حلوه قوي، جميل جدا. قولي لي يا دينا، انت دارسه موسيقى او حاجه من كده ولا الموضوع هوايه بس؟ لا، انا خريجه المعهد العالي للموسيقى العربيه. ده دخلتيه من وانت بقى عرفتي ان انت بتغني؟ من بدري قوي، من وانا عندي 15 سنه، من اولى ثانوي. يعني انت ما درستيش حاجه، انت كنت متارجته ومحدده هدفك ان انت عايزه تقولي تدرسي موسيقى؟ بابا برضو السبب. بس طبعا يعني سبب حلو، هو سبب حلو. هنجيب سيره ماما في الاخر. شوفي اي حاجه نتصرف فيها. بابا هو اللي دخلني، بس هو في ثانويه عامه، يعني انا درست ثانويه عامه وموسيقى عربيه. تمام. خلصت ثانويه عامه بعد كده دخلت كملت بقى في المعهد عادي. تمام. وانت ايه رايك بقى في البنات او مثلا اي حد بيفكر ان هو يغني من غير ما يكون هو دارس؟ هل انت شايفه ان الدراسه يعني بتحسن ليكي او بتضيف ليكي، ولا ممكن ما يكونش ليها علاقه وحد يكون صوته حلو يغني ويطلع على الساحه و... هو في حاليا اي حد عايز يعمل اي حاجه بيعملها. تمام. بس الدراسه بتفرق، يعني 90%. لا، الموهبه جزء كبير، بس لو انت عندك، يعني مش عارفه اقولها ازاي، لو انت عندك جزء صغير موهبه، يعني عندك موهبه بس بسيطه، يعني يا دوبك بتتكلم كلمتين، فرقت معاكي الدراسه؟ فرقت معاكي طبعا. اكيد طبعا. قولي لنا بقى، يعني مع انتشار السوشيال ميديا بشكل فظيع والايام دي، انت عندك تيك توك؟ عندي تيك توك. طب بما ان بقى التيك توك حاجه بقت منتشره الايام دي جدا جدا، ويعني حديث الساعه زي ما بيقولوا، عايزين نعرف بقى تاثير التيك توك في حياتك عامل ازاي، او ايه رايك فيه؟ التيك توك يعني هو لما كان انتشر ساعات كانت الكورونا لسه في الاول، والدنيا بقى والناس كلها ايه زهقانه. فانا قمت ايه قاعده برضو، احنا الفنانين كلهم قعدوا ساعتها. فقلت بس خلاص عليك وعلى تيك توك. وقعدت بقى فيديوهات. يعني انت من فرقت من وجهه نظر دينا الفنانه المطربه، انت شايفه ان التيك توك مثلا ممكن يكون وسيله كويسه للوصول، بس استخدامه بطريقه كويسه؟ التيك توك هيبقى اشهر، او هيبقى هو اساسا اوريدي قرب يبقى وسيله تواصل زيه زي الفيسبوك وزي اليوتيوب. لازم يبقى موجود عند اي فنان، لازم. انا حاسه ان هو كده، يعني ده بالنسبه لي انا. مش عارفه الناس، في ناس بتختلف على ده، بس انا شايفه ان هو بالنسبه لي في شغلي وبالنسبه لشغل اي حد مش لازم يكون فنان، مهم جدا جدا. هو وسيله تسويق حلوه قوي.